يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قول القائل بالثلاث هل هو حلف بغير الله؟ نعم، هل قول القائل بالثلاث هل هو حلف بغير الله؟ الحلف يكون بالله، ويكون الحلف بالطلاق بمعنى تعليق الطلاق على شيء يريد منعه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب، فهو يسمى حالفا لأنه يجري مجرى الحلف، لا أنه شرك كما يظن بعض الجهال. ما هو بشرك حلف بالطلاق، ما هو بشرك، لأنه ليس حلفا حقيقيا، وإنما هو تعليق، تعليق على شيء يقتضي المنع منها والحث عليها والتصديق أو التكذيب، مثل ما يستعمل الحلف، ولذلك سمي حلفا من باب التشبيه. نعم.